اي واحد خيتي مشات على الطبيب وهي تقول لي فاش كنعس بالليل وكنفيق الصباح كنلقى وجهي فازق بالماء. قال لي ها جربي ما تنعسيش باش تعرفي شنو هو السبب. في الاخر لقات راجلها كايشه تيك توك وفين ما كطلع لي شي وحده بوقوسه كيتفل عليها. اي وما كراتش نشري واحد الشجره ديال راس العام ونعلق فيها كاع المنافقين اللي عرفت في حياتي ونبراو شي واحد لبريز ونخليهم كيطفاو وكيشعلو. اي هادي واحد خايتي كانت مع صحيبه واحد النهار وهي تقول ليه حبيبه ديالي راني كنبغيك ونموت عليك ولكن راني خايفه من الزواج ومن المسؤوليه. قال لا تخافيش راه ما كاين لا زواج لا مسؤوليه. اي هادي واحد المراه رفعت واحد الدعوه قضائيه ضد واحد السبيطار معروف وقالت ليهم راجلي من بعد ما دار عندكم العمليه ما بقاش كيهتم بيا. هو يرد عليها المدير ديال السبيطار هو يقول ليه حنا راه ما درنا ليه والو درنا ليها العمليه ديال العينين رجعنا كيشوف. والعيالات وتخيلوا مع عاد تخيلوا معايا دروك الرجاله كاملين نقارضوا وبقيت انا تخاطفوا عليا ياك. اي هذا واحد الراجل قال مرته قال لها عندك ملي نموت تزوجي عليا. قالت لي يهديك الله يا هذا الراجل يهديك الله انت تزوج عليا ثلاثه وانا حيه وحاسدني على واحد وانت ميت. اي يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك الحب من بعد الزواج ما كاينش. كاين حق مولا انت كاين خاص عمرتك ما تسيق اخبار. اي هاديك خيتي اللي كتدخل تفرج فيا وكدير ليا جادو وما ديرش ليا كومونتير واش تبغي دروك اللي خاطبك وما يتزوجش بك؟ اي هادي واحد المرأة سميتها قنبولة مشات المحكمة باش تبدل سميتها. هذاك البوليسي اللي مكلفين وتما مدت لي الدوسي هو يقول لها سيري لا لا لهنا ملي توصل النوبة ديالتك غنعيط لك وجهي. هي هذيك وصلت النوبة ديالتها بدا يعيط لها قال لها قنبولة وقنبولة قنبولة سمعوا القاضي هو يعلق الناس اللي في القاعة علقوا كل شي علق والمشكل ماشي هنا حتى هذيك اللي سميتها قنبولة علقت. راه ملي تسمع المراه كتقول باللي غادي نعاون راجلي من بعد الزواج راها كتقصد باللي انت غتشري الدار وهي غادا تشري الحكاكه ديال المطيشه والمعانق. اي هذا واحد الدري صغير سول امه قال ليها ماما بغيت نسولك. قالت لي سول. قال ليها دركا خويا الصغير علاش كتعيطي ليه مالك؟ قالت لي ها وليدي راه حنت الدراري الصغار باقين صغار وكلهم ملائكه داكشي علاش انا كنعيط ليه مالك. قال قالت لي علاش يا وليدي؟ قال لي راه حنت لحتو من السطح وكاع مطار. اي هذا واحد خينا تزادوا عندو جوج ديال الدريات عيط لامو قال ليها راه تزادوا عندي جوج ديال الدريات وحده غادي نسميها عليك والثانيه غادي نسميها على الام ديال المدام ديالي. قالت لي بلاتي يا وليدي تنجن عزلينا وحده فيهم. اي هادي واحد المراه غليظه مشات عند مول التوب وقالت لي شوف مد ليا شي توب يكون من داك الشر الرفيع. هو يمد ليها التوب ديال الرمادي وهي تقول ليه انت ما مديتي ليا هاد اللون. قال ليها هاد اللون هو اللي خلقو ربي الفيل وجمعه. اي هذا واحد الراجل شك في مرتو كتخونو هو يمشي عند الشوافه قال لي هذاك الشيء وهي تعطيه الحل. قالت لي غادي تمشي للبحر وغترسم واحد الدائره كبيره ودي ولادك وتنعسوا فيها واللي خرج من الدائره عرفوا باللي هو ولد الحرام ماشي ولدك. هي هذيك رسم الدائره نعس ولادو في الدائره من اللي فاق الصباح القى راسو هو اللي خرج من الدائره.
تزوجوا يا معشر الرجال، فوالله إن هناك نساء لا تريد منكم إلا الأمومة والمحكمة والكراء والنفقة. آي خرجت من العملية، هو يبان ليها باها وهي تقول لي فينا هو راجلي. قال ليها راجلك راه هو اللي تبرع لك بالقلب. عينيها غرغروا بالدموع وبدات كتبكي وتغوت وتضرب في جنابها. هو يقول ليها باها غا كنضحك معاك، راه هو في المجمع مع الفرمليات. هذه واحد الرسالة غنقدمها للدريات، الله يجازيك بخير، ماشي حتى تدخل الشتا عاد يقول لك اجي رجع انا وياك، على مالك انتي مانطا. اي كيفاش دروك تعرفي واش كيخونك ولا لا؟ ايوا سمعيني مزيان وحلي ودنيك. اي سيري للطوموبيلة ديالتو وحطي العكار ديالك، الا ما سولكش عليه عرفي راه السيد ما في بالو والو. الا شد العكار ولاح وما قال لك والو عرفي بلي ديك الطوموبيله كيطلعوا ليها الدريات اكثر من السكان ديال قطر. اي كذب عليك الكذاب اللي يقول لك انا ما كتهمنيش لا طاي ديالك والفورمة ديالك. بيني وبينك ما كاينش اللي كتهم الروح ديالك من غير ملك الموت. اي وصباح الحليب في كاسو والعسل في تغماسو، وصباح الخير على الزين اللي فيق من نعاسو. اي هذا واحد خينا قال لمو، قال ليها الوالده ملي كنتي تخاصمي انت والواليد كتدخلوا للبيت، والصباح ملي كتفيقوا كتفيقوا مصالحين، وملي كبرتوا وليتوا كتخاصموا ما بقيتوش كتصالحوا. يا تقول ليها وليدي هذاك اللي كان كيسالحنا مات لا رحمه. اي هذا واحد شيباني في العرس باش يجلس مع الناس اللي بعقلهم، امشي حدا السكيريه وجلس، وما يجوا عندو شي وحدين. قالوا ليها الحاج تسير حدا الناس اللي بعقلهم واجلس، تا لا جيتي جلستي هنايا. قال لهم العرس الا خسر من هنا كيبدا الحجر. احنا في المغرب راه ما عندناش شي حاجه سميتها التخطيط للمستقبل، حنا عا كنفيقوا الصباح نفطروا وكنشوفوا الوضع في الغادي وكنمشيو معاه. اي لقاها كتبكي ومقلقه، هو يقول لها اجي انتي مالكي؟ قالت لي راه كلشي كيتنمر عليا وكيقول لي بلي انتي قصيوره. قال لها صافي صافي وقفي نشوف. قالت لي الله يلعن جدك رانا واقفه.